المراكبي وعبد الوهاب ولحن الوفاء. هذا الأسبوع أو هذه الأيام ظهرت من ملامح الوفاء بين الأهلي وجمهوره ومحبيه ما يستحق التوقف عندها، لأنه قيمة. الوفاء في حد ذاته قيمة إنسانية راقية جدا، لأنه عكسه الجحود وقلة الأصل. لكن هذه الأيام تتدفق كل معاني الوفاء من الأهلي مسؤولين وجماهير مع مشجع شاب بسيط اسمه محمد سمير المراكبي من كفر الدوار، رايح يحضر مباراة للأهلي مع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، راجع في القطر وقع تحت القطر، نقل للمستشفى، حصل له بتر لساقيه الاثنين. شفناها الحلقة الماضية في مداخلة مع والده الأستاذ سمير المراكبي، واطمننا على حالة محمد. وبعديها تحولت غرفة محمد في المستشفى إلى مقصد لكل الجماهير. أعضاء مجلس إدارة النادي معظمهم زار محمد في المستشفى، استقبل مكالمات كتيرة جدا. كل اللعيبة اللي ما اتصلش بيه راح زاره يا أستاذ حامد. هذا هو الأهلي. هذا هو الأهلي. أي. الأهلي هو رمز الوفاء دوما لكل من ينتمي إليه، بمجرد أنه النادي الأهلي بيعرف. والنادي الأهلي بتكلم عليه مش المؤسسة الرياضية العملاقة فقط، لكن كل الأهلوية، جماهير الأهلوية. أنا وصفتهم ذات يوم بأنهم أعضاء الجمعية العمومية الكبرى للأهلي. فأما بيحصل أي مواقف زي دي أو ما يشبهها، فبتلاقي هذه الجمعية العمومية المنتشرة بالملايين في جميع أنحاء مصر المحروسة بتتحرك وبقوة للوقوف إلى جانب من يستحق الوقوف، وإعلان الوفاء لمن يستحق الوفاء، سواء كان من جماهير الأهلي. وطبعا جماهير الأهلي دي قدمت النماذج للعطاء اللامحدود اللامحدود دوما لصالح النادي الأهلي، وهم سر أسرار عظمة النادي الأهلي الكبير. هي جماهير النادي الأهلي. الذي يعطي للنادي الأهلي اسمه الكبير هي جماهيره الكبيرة التي تعشق بجد. والموضوع ده متحول إلى مش بس شعارات. قيمة النادي الأهلي، قيمة النادي الأهلي التسويقية هي في قيمة جماهيره، في حجم جماهيريته الكبيرة. فأي حد بيرتبط بالنادي الأهلي بيكسب جمهور النادي الأهلي. فهذا ليس غريبا. وأنا أعتقد أن هذا الشاب المراكبي هو أسعد ما يكون برد الفعل، لأنه هو كان رايح هيتفرج على الماتش وهيروح بيتهم ولن يعرف أحد، ولكن ما تعرض له كان محنة شديدة، لكنها في ذات الوقت كانت بالنسبة إليه منحة أن يشعر بحجم حب ووفاء الأهلي بكل كياناته. أقول لك والدته سمعتها يعني بتتكلم، قالت يعني اللي خفف علينا الألم والوجع الشديد ده الأهلي، وهو محمد اللي أشعره بشيء من الاطمئنان هذا الاهتمام من قبل الأهلي كله، مسؤولين ولاعبين وتنفيذيين وجماهير، الكل حوالين محمد سمير. طيب نشوف في هذا الفيديو محمد سمير وأسرته وهم بيتكلموا بعد هذه المحنة وكيف جاءت المنحة. كتير منهم كابتن محمد أبو تريكة، كابتن سعد سمير شرفني هنا، كابتن أحمد الشيخ، كابتن الشناوي، كابتن إكرامي، كابتن سيد عبد الحفيظ برضه اتكلم اخويا، كتير والله منهم سابونيش يعني. كابتن عادل كان دخلنا امبارح معاه، والدي كلمه في البرنامج. والله موقف النادي الاهلي الناس كلها، محمد بسراج ومحمد بمرجان وحتى كابتن عادل القيعي، كل الناس بتاعت النادي الاهلي كلهم بيتواصلوا معايا، كل اللعيبه بيتواصلوا معايا. واول واحد اتصل بيا كابتن الشناوي، محمد بسراج اتصل بيا وقال لي عندي استعداد اسفره المانيا، وهات لي الجواز بتاعك انت وهو وانا هسفره لك على لوكا هناك.
محمد ب مرجان بعت الاستاذ كريم ان هو يجيبنا هنا او يشوف، قال له احسن مستشفى في اسكندريه. فالنادي الاهلي كلهم متواصلين معايا وكلهم بما فيهم الكابتن الخطيب، هو طول عمره يعني بيحب الاهلي وكده، فهو من هو صغير انا كنت بروح الماتشات على طول، فكان بيبقى يعني ايه يقول لي خدني معاك وكده، فانا ما كنتش برضه بقول له لا لما تكبر شويه ويعني وتشد حيلك وكده، لحد ما هو بقى خد الموضوع والطريق من نفسه، هو بقى يروح مع نفسه واصحابه والكلام دوت. فاتصل بيا صراحة يعني، وطبعا كان مشدد مش عاوز حد يعرف ولا حد يقول، بس طبعا لازم انسب الفضل لأهله يعني. كلمني العميد محمد مرجان بعديها على طول، قال ان في حالة عندكم في اسكندرية ياريت تتابعها وياريت تشوفها وتبقى معانا اول باول، واحنا متكفلين بكل حاجة وقايمين بكل حاجة، واللي هم محتاجينه واللي هم عايزينه احنا قايمين بيه، والكابتن محمود الخطيب بنفسه مهتم بيها شخصيا، وربنا قدرنا يعني خلصنا اجراءاته وخلص العمليه والاجراءات والعنايه المركزه ونقلناه مستشفى، والحمد لله رب العالمين، واهم حاجه ان هو بس قام بالسلامه.